عليكم البنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه باش ما كتمنوا ان شاء الله، ويخلي لكم الوالدين ديالكم العائله ديالكم معز عليكم، واللي مسافر عطله سعيده دوزوا ان شاء الله بالفرحه وبالهنا. اليوم غادي نشارك معكم التقديه ديالي اللي كنوجد في هذا عيد الاضحى، وشنو اللي تقديت واللي شريت. كما كتشوفوا يعني شريت الحاجات اللي خاصني، ما شريتش يعني بزاف الحاجات اللي عندي هنايا. عندي هنايا في الدار كما كتشوفوا كنحتاج دائما هذا اللوز، يعني كنبغيوه بحال ما كدا في اطباق مغربيه راكم عارفين، يعني ضروري كنبغيو اللوز. كاين اللوز هذا، وعندي البنات حتى اللوز اللي كيكون في الصخ غادي نجبدو لكم ضروري. عاوتاني كيكون هذا اللوز هذا اللي بلا قشره ديالو، حتى هو كنحتاجوه بزاف. هذا كنعملوه في هذا المروزيه في بزاف ديال الاطباق. انا هذا عندي كنتوفر عندي هنايا في الدار، وخديت هذا الزبيب هذا كما كتشوفوا. دائما الزبيب اللي كيكون اللون ديالو هذا القهوي هذا راه كيجي رائع رائع بزاف صراحه، احسن من الابيض، وكل واحد كيبقى على حسب الذوق ديالو. خديت هذا حتى هو كنحتاجو في الاطباق ديالنا. خديت التمر عندي عاوتاني واحد ربعه ديال التمر، ربعه من هادو. خديت هذا حتى هو غادي نحتاجو كنحتاجو. خديت البرتقال البنات كما كتشوفوا، خديت كيلو هنايا كيلو غرام. الاثمنه البنات راه ما كنبقاش عاقله عليها كما كتشوفوا. خديت هاد النوع هذا اللي صراحه زوين، شويه البرقوقه كبيره، كاين اللي كيكون البرقوق بحال ما هكذا صغير. وخديت هذا الاناناس حتى هو ان شاء الله غادي ندير هكذا نزوق به شي طبق هكذا ديال اللحم ولا مهم بحال ما هكا. وخديت الزعفران الحر اللي دائما ما كنستغناوش عليه كما كتشوفوا، يعني كنحتاجوه في بزاف الاطباق، يعني بزاف الحاجات عندي هنايا. ما خديت غير اللي كنحتاج وصافي. وهنايا خديت هذا البصل حتى هو كنحتاجوه في بزاف، بودره البصل كما كتشوفوا كنحتاجوها في بزاف الاطباق. وخديت هاد العويدات هادو اللي كنزينو بهم الاطباق من الفوق، دجاج اللحم بزاف الحاجات. وخديت البنات هادو، هادو كانوا خاصيني حتى هما هكذا، الا بغيتي هكا كتشوي فيهم اللحم. باقي ليا غير ديال القطبان ديالنا ديال الاينوكس ولا هذا ما لقيتهمش، ان شاء الله غادي ناخذهم. عندي وحدين، ولكن عندي داك هذيك القبضه ديالهم من الفوق من اللور كتحرق مع ملي كنكونوا بحال ما هكذا كنشويو شي حاجه، كنشويو اللحم عفوا نشمن حاجه في اللحم، يعني كتحرق مع هي ديال العود. وخديت هاد البلاستيكات اللي ضروري خاصهم يكونوا متوفرين عندنا. خديت هادو، بعد هادو كان الصراحه هادو انا كيعجبوني كندير فيهم بحال ما هكذا الفروته الا كانت مقطعه، كندير فيهم البنات حتى الحلوه ديال الا سقمت هكا الحلوه ديال هذا عفوا ديال اللي تيكون فيها الشوكولا او حليوات هكا، يعني كيجيو زويونين بحال ما هكذا كيتسدو وكيبقاو محافظين. وضروري خديت عاوتاني البلاستيك اللي كديري فيها اللحوم الاجبان، بزاف الحاجات كنستعملو فيها الدجاج، بزاف الحاجات كما كتشوفوا ضروري خاصنا حتى هي ما نساوهاش. وصافي، وغادي نوريكم حاجه اللي زوينه عجبتني لقيتها وتقديتها حتى هي اللي كثيره كما كتشوفوا. لقيت هاد المنظمات اللي عجبوني البنات بزاف كما كتشوفوا. كنقدروا هاد المنظمه كان هكذا كنزلو كان هكذا كنحطوا فيها بزاف ديال الحاجات كما كتبان لكم، الزيتون ومشرمل مخللات، يعني بزاف د الحاجات، كونفيتير الزبده الفخوماج هذا اللوز القرقع، بزاف د الحاجات الصراحه تحطيها حمقاتني بزاف صراحه. دائما كانت كتعجبني، وكنت دائما كنبقى نقلب عليها هكذا الى هذا الى لقيتها زعما. واليوم صراحه ملي الحاجه ما كتبقايش دايرها في بالك يعني كتلقايها كما كتشوفوا، يعني عجباتني بزاف. جابوا هادو كانوا جابوا واحد الشكيل ديال هكذا قليب، وفيه واحد بحال ما كدا حاطين واحد الزيفات صغيورين على شكل قليب، حتى
حتى هما زويونين، ولكن صراحه خديت هادو عجبوني بزاف. هادو خديتهم ب 7 أورو 77، يعني 8 أورو. كما كتشوفوا رائعين البنات، انا حمقوني. يعني شوفوا الشكل ديالهم كيفاش داير، يعني كتحط بحال ما هكذا في الطبله، كتجي زعما ساهله. كما كتشوفوا الزليفات ديالهم هادو زويونين ومحدقين، وعندهم حتى هاد الرجيلات هادو كما كتشوفوا من التحت ديالهم، يعني حمقوني بزاف. وهنايا البنات بالنسبه للعطريه، والله الا الفيديو مشى ليا عند بالي انا راه كنسجل بزاف الحاجات اللي شرحتها لكم، بزاف الحاجات اللي صراحه مفيده ومشى ليا كل شيء. كانت الكاميرا صراحه ماشي علاش، والله الا بقى في الحال ما وحتى كملت، وملي جيت نقلب ست ما كاين حتى حاجه. المهم هنايا كما كتشوفوا العطريه هذه راه جاتني من المغرب، جاتني في الاخر ديال رمضان، يعني باقا جديده، باقا طريه. كما كتشوفوا التوابل كامله، او زيد عليهم القزبر اليابس. هنايا الباديانه كناخذها من هنا متوفره، هذا الهيل، هذا ورقه سيده موسى حتى هي عندنا متوفره، وهذا والقرفه، يعني هادو غادي ان شاء الله نصهدهم ونديرهم في هكذا نطحنهم. وكما قلتوا المروزيه او راس الحانوت اللي شراهم ليا، جمعوهم ليا الصراحه كاع المكونات ديالهم طحنوهم، يعني باقيين طريين. والصراحه من الاحسن العطريه البنات تكون جديده وتكون طريه، لان الصراحه كثيريه في العيد الاضحى كنحتاجوها، كتعطينا واحد اللذه هي في الاطباق مميزه. وهذا بالنسبه كما كتشوفوا ملي كتكون تاخذوا العطريه، الا خديتوها بواحد الكميه اللي كثيره ضروري عملوها في قريعه ديال الزاج في القنينه، وديرها في الثلاجه، او عملوها في بلاستيكات وعملوها في المجمد، يعني فيما كتبغوا تاخذوا هذاك، كتجبدوا الكميه اللي غادي تحتاجوها وكترجعوها باش كتبقى لكم طريه. الاكثريه البنات اللي كاينين بحال ما هكذا في اوروبا، يعني هذه هي الطريقه الصحيحه باش كتبقى لهم العطريه طريه وكتبقى بحال ما هكذا فهذيك الريحه اللي كتكون عاطيه. وانا بالنسبه للكمون كناخذوا البنات من هنايا الصراحه واحد المحل ديال ماشي الشينو، الصينيين ديال الهنود عفوا، كيجيبوا الكمون رائع وزوين. دائما كناخذ واحد الكيلوغرام وكنطحنوا فيما كنبغي كنحتاجوا، الريحه ديالو كتبقى صراحه زوينه كيعجبني. وصافي كما كتشوفوا، يعني دائما كنوجدوا العطريه من قبل، ضروري كنغربلوها وكنعملوها في القنينات بحال ما هكذا، يعني باش دائما اكثريه في العيد الاضحى دائما كنعملو من قبل، يعني باش ماشي تيجي مثلا نهار العيد عاد كتبقى شحال من حاجه كتبغي هكذا كتقلبي عليها ما كتلقيهاش. وبالنسبه وكانوا صيفطوا ليا، كنت سجلت لكم داكشي اللي صيفطوا ليا من المغرب، الطاجين المغربي دائما اللي كنحتاجو حتى هو في العيد الاضحى، وكانوا صيفطوا ليا الطنجيه، يمكن انا طيبت في الطاجين من قبل في الطنجيه، حيت كانوا صيفطوهم ليا كما قلت لكم في هدف في الاخر ديال رمضان. يعني كما كتشوفوا يعني بزاف الحاجات الصراحه هنايا في الغربه اللي ما كتكون متوفره، بحال مثلا التوابل راهم عندنا، ولكن البنات راه غير مثلا 100 غرام هذا كتكون غاليه بزاف، وحنا عارفين بالله المغاربه بالله راه حنا عزيز علينا، عزيز علينا زعما التوابل كنخدموا بهم بزاف الاطباق ديالنا، يعني ديك الكميه ما غديرنا حتى حاجه وغاليه بزاف. كناخذوها يعني 100 غرام كناخذوها ب 3 أورو 4 أورو، يعني غاليه بزاف. وكنت هضرت لكم على واحد الحامله هذه ديال العطريه اللي رائعه البنات، خديتها من امازون والثمن ديالها اللي مناسب، خديتها ب 25 أورو، كنت دائما كنقلب عليها ما لقيتهاش. فيها 16 القريعه اللي كتعملوا فيهم البنات التوابل، تعملوا فيهم هكذا حتى الاعشاب المنسمه، يعني تهزم لكم بزاف الحاجات. وصافي هنا البنات دائما كنجي كنبداو هكذا كنعمروا هاد القريعه ديال العطريه ديالنا، يعني ما شاء الله عليكم راه كلكم ضروري كتنظفوهم. انا يلا غسلت هاد القريعات هذا والحامله ديال هذا ديال التوابل، يعني دائما هكذا كنطحنوا العطريه وكتغربلوها. اما انا هذه راها جاياني على حقها وطريقها مغربله مقاده، يعني صافي كنعمروهم على هذا الشكل، هذا كاع التوابل البنات اللي كتكون خاصه.
مامي يعطيني هذا الكارطة. صافي كنعاودو ضروري كن هكذا كنمسحوهم، يعني صافي كنعمروهم كاملين هاد القريعات، يعني صافي انا غادي نستمر حتى غادي نعمر هاد القريعات كاملين. نفس الحاجه غادي نعمل هاد الكركمة. صراحه العطريه ملي كتكون جديده راه كتكون رائعه، وكتعطينا كتزيدنا حتى هي اللذه في الاطباق ديالنا. صراحة حتى هو يعني كان شريت هو هذه القريعه الكبيره فيها 100 120 غرام. كنعمر هادو كاملين باش ما ضروري كنعاودو هكذا كنمسحوهم. وبالنسبة لهاد ورقة موسى، هاد الورقة موسى البنات هادي وباديانا وهذا القشرة ديال الكوزة او هذا بسيبيسا والهيل، يعني ان شاء الله هذا والقرفة، يعني ان شاء الله غادي اما الا كانت بحال ما هكذا الشميشه كتخرجوهم كتشمشوهم مزيان وكطحنوهم وتتعملوهم حتى هما في القريعات ديالهم هما وهاد القرفه هادي، او الا ما كانش كتهضوهم غير في واحد المقيله وصافي وكتعمروهم. باش الصراحه ملي كيجي العيد ما كتبقاوش عاد ما كايناش هادي خاص هادي، يعني كتكون اي حاجه في زعما في كتكون جاهزه كتجيكم سهله صافكم البنات. باش نوريكم واحد الحاجه، هاد الحامله زعما الا كانت اللي بغى يشريها راه زوينه، يعني كتهز لينا هكذا العطريه، كتهز لنا كما كتشوفوا الاعشاب هنا دايره بودره تاع الثوم ان شاء الله حتى هي غنزيد هنايا نعمرها كما كتشوفوا. هذا الفلفل الحار يعني زوينه زوينه بزاف، هذا البودره تاع هذا البصل، يعني غادي نزيد نعمر هاد القريعات، يعني بزاف الحاجات يعني التوابل بحال هادي اللي ذكرت لكم، هذا بسيبيسا، هذا القزبر اليابس، يعني بزاف الحاجات اللي غادي نعمر فيها المروزيه، يعني والقرفه كما كتشوفوا، يعني كتهز لينا بزاف بزاف هذا ماشي راس الحانوت، البنات اللي كنديروا في الرفيسه والله الا مشى ليا السميه ديالو، المساخن عفوا المساخن، يعني كل شيء كتكون هنا دايره حتى داك هذا البود سميتو سكر ثقيل، يعني كتهز بزاف بزاف الحاجات البنات، ما كتبقاش مثلا اي حاجه وكتجيكم على ايديكم حطها انا قريبه هكذا للبوطه كتجي قريبه، والصراحه عمليه بزاف وزوينه وحتى الثمن ديالها مناسب بزاف بزاف. وكنتمنى البنات الفيديو يعجبكم من الرضا ديالكم، بغيت غير نشارك معكم افكار، وكل واحد تيبقى شنو كيتقدى وشنو كنتمنى ان شاء الله خليو لي انا في التعاليق ديالكم كل واحد شنو كيوجد في البلاد ديالو شنو الوصفات حتى هي، راه علاش قلت لكم البنات ضروري تشاركوا معايا في الجروب شيوات حليمه الفاسيه وصحابات الحادقات، بس صراحة دائما هكذا نتشاركوا افكار كل واحد البلاد ديالو شنو اللي كيعمل بحال ما اطباق ديال البلاد ديالو، بزاف الافكار نشاركوها مع بعضياتنا. وكنتمنى هاد الفيديو يعجبكم من الرضا ديالكم، وكنتمنى خليو لي عدد كبير من اللايكات، ودائما فعلوا الجرس اسفل الفيديو باش يوصلكم جديد الوصفات ديالي وبسلام عليكم، وجديد الفيديوهات ديالي بسلام عليكم. خليتكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله.